خليني اقول لكم عنوان اول خبر هنتكلم فيه عن شعبه المواد الغذائيه بتؤكد استقرار الاسعار في الاسواق وتوافر جميع السلع تعالوا نشوف تفاصيل الخبر أكد عمرو حامد رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية بالقاهرة أن جميع السلع متوفرة في الأسواق بكميات وفيرة وذلك قبل أيام من عيد الأضحى وأضاف أيضا رئيس الشعبة أن أسعار السلع لم تتأثر في الوقت الحالي نظرا لوفرة الإنتاج في مختلف السلع مشيرا إلى أن عدد من السلع شهد انخفاضا في الأسعار ومنها الأرز لنسبة 20% احنا ملاحظين اعتقد الانخفاض ده وكمان في منافس كتير خاصه بوزاره الزراعه هتلاقي ان الاسعار فيها اسعار معقوله جدا نسبه الربح فيها قليله وكمان الجوده عاليه فحلو ان احنا نتجه لهذه المنافس لان كمان احنا بنبقى واثقين اكتر يعني الموضوع فيه ثقه اكتر